اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، لك الحمد سبحانك، أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. ولك الحمد والشكر على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسابقنا إليك وإلى رضوانك وجناتك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم انفعنا
ورفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أفصح كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقال له في الجنان اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن الشر إلى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وللذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فإن رددتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجعنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان
واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل خيرا اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل بموازين الحسنات ميزاننا يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر
يدابر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتأييد والعون والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه خيرا على ما قدم ويقدم للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين. اللهم اجعل ذلك في صحائف أعمالهم وفي موازين حسناتهم. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وقيادتنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات، يا مكفر السيئات، يا مضاعف الحسنات، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من ستر القبيح وأظهر الحسن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، أعطنا سؤلنا وأجب دعاءنا، وكفر عنا سيئاتنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أوصيناه بالدعاء، ومن أحببناه فيك، ومن أحبنا فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اشمل بالرحمة والغفران والجنة والرضوان مؤسس هذا الكيان. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم ولاة أمرنا ممن جاء بعده وممن سبقونا إلى الدار الآخرة، واغفر لعلمائنا ودعاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا يا مولانا ذنبا إلا غفرته، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور إلهنا، إلهنا ليس في الكون إله غيرك فيدعى، وليس في الوجود رب سواك فيرجى.
إلهنا قد عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الأمر على إخواننا في بلاد الشام وإخواننا في سوريا. اللهم انصرهم عاجلا غير عاجل، اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأرنا في أعدائنا وأعدائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق شمل أعدائنا وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إن إخواننا في بلاد الشام حفاة فاحملهم، وضعفاء فقوهم، وجياع فأطعمهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المستضعفين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والاحتشام، وأبعدهن عن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، واجزهم خيرا على ما قدموا من خدمات للمعتمرين والزائرين يا رب العالمين. اللهم اجز إخواننا العاملين في الحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء، جزاء ما قدموا للحرمين الشريفين وقاصديهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالهم واحقن دماءهم وأبعد عنهم العنف والقتل وسفك الدماء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم كل إخواننا في بورما وأراكان، اللهم كل إخواننا في العراق، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والطول والمنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وأمن على دعائه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على هذه البلاد وقيادتها خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان، وأدم عليها المسارعة إلى الخيرات، واحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ورد عنها كيد الكائدين
الحائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وتربص المتربصين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وعلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد عليهم, اللهم أعد لهم عزتهم ومجدهم وهيبتهم بل بين العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى بلادنا وعلى أمتنا الإسلامية ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة وأمن وأمان وأمن وأمان يا ديان يا منان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا, سمعنا وأطعنا, غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم وصل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.